ما بعرف، كأني ملاحظة إنه صار لك يومين متضايق، صاير معك شي؟ لا، ما في شي أبدا. أنت متأكد؟ شفت كيف عم تطلع بسارة؟ أنا بعرف كتير منيح إنك بتحبها. طيب، المشكلة صايرة بالبيت ولا بالشغل مثلا؟ فيك تقلي إذا بدك زاهي. أنا قلت لك إنه ما في شي أبدا. أنا مبسوطة كتير لأنك أخذت عمولة من الشركة، أنا عن جد فخورة فيك زاهي. بس كأنك مو مبين مبسوط، ليش؟ ما رح تحكي لي يعني؟ لا، أنا مبسوط. الأستاذ إحسان بده يجيب حارس مشانك، فأنا رح أجيب كم واحد اليوم المساء، وأنتي والأستاذ إحسان بتختاروا. ما في داعي إلون بنوب، رح خبر بابا بهالشي. ما في داعي طالما أنت موجود معي زاهي. أنا مو الحارس تبعك. أنت بتضل معي بأي مكان بروح عليه، وساعدتني بكل الأوقات الصعبة كمان. أنت كنت دايماً تحميني زاهي، وما في حدا بيهتم فيني أكتر منك كمان. زاهين، أنا بحس إني بأمان لما بكون معك، وإنت كان معك حق. أنا هلأ صرت كتير قوية، وما في داعي إنه يكون في حراس حوالي أبدا. إيه بس أنا ما رح كون معك دائما. ليش؟ عم تفكر تترك الوظيفة؟ لا مو هيك القصة أبدا، بس يعني وقت تتزوجي بالمستقبل رح أضطر أترك هالشغل. ومين قال لك إني أنا رح أتزوج فورا؟ في عندي شغل كتير مع شازمة ولسه ما خلص. أنا بدي مساعدتك بهالشي. قلي، رح تساعدني؟ أنا دائما رح ساعدك. لإمتى؟ للأبد.